أهلا بيكم معانا في قناة أكلة تريندي. النهاردة هنعمل لكم لازانيا، بس لازانيا صحية. المقادير إيه؟ هنحتاج لبن، صلصة، عصير طماطم، زيت، بصل مفروم، دقيق، ملح وفلفل ولازانيا. انا هنا مستخدمة لازانيا بالسبانخ، لحمة مفرومة ومي. يلا بينا، على النار هنحط حلة، هنجهز البشاميل بتاع اللازانيا، هنضيف الزيت، وبعدين الدقيق، ونقلب شوية بشوية. وبعدين بعد ما نقلب هنضيف عليه الحليب، والحليب نضيفه شوية شوية عشان يتجانس مع الدقيق ويطلع البشاميل السمك اللي انت بتحبيه. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان تجيلكم فيديوهاتنا أول بأول. كمان عاوزة أقول لكم على حاجة، ياريت تكتبوا لنا تعليقات عن إيه اللي انتوا عاوزين تشوفوه في المرات اللي جاية، وأنا هحاول إن شاء الله أعمله لكم. بعد ما قلبنا وعملنا البشاميل هنسيبه شوية على النار مع التقليب المستمر. هنضيف مية ونقلب. أهم حاجة في البشاميل التقليب المستمر. وملح وفلفل ونقلب. لحد ما نحصل على القوام المطلوب اللي هو كريمي اللي هو قدامكم ده. أنا بحبه بشاميل خفيف. كل ما قعدتيه على النار بيتقل أكتر. هنشيله من على النار، هنحط طاسة نجهز فيها العصاج، هنحط الزيت، وبعدين البصل المفروم، اللحمة المفرومة، ونقلب. لحد ما تبدأ تستوي هنحط الفلفل، وبنخلي الملح في الآخر عشان اللحمة ما تتكتلش معانا. زي ما انتوا شايفين اللحمة كده بدأت تاخد نص سوا، هنحط الملح ونقلب. بعدين هنضيف عصير الطماطم وصلصة الطماطم مع التقليب، وكده العصاج بتاع اللازانيا جاهز. هنقلب شوية، نحط عليه شوية مية بس يغلي غلوة كده، وبعدين نرفعه من على النار. هنجهز اللازانيا، هنحط أول حاجة البايركس، هنحط فيه شوية بشاميل لتحت،
وبعدين نبدأ نرص اللازانيا واحدة بواحدة على قد البايركس. طبعا زي ما انتوا شايفين انا مستخدمة اللازانيا اللي هي الخضراء اللي هي بالسبانخ، بتبقى طعمها حلو قوي. لو عاوزين تستخدموا اللازانيا العادية مفيش مشكلة، بس دي طبعا هيلسي اكتر. طبعا وجبة اللازانيا دي مليانة برضو بروتين، لو عملتيها صح زي ما انتوا شايفين انا ما استخدمتش دهون كتيرة بس بالزيت الزيتون. ممكن تستخدمي زبدة، اي حاجة انت تحبيها. نحط بشاميل نغطيها كلها عشان لازم يبقى في فواصل بين اللازانيا وإلا هتلزق في بعضها. بعدين هنضيف لازانيا تاني، طبقة من اللازانيا، نفس الطريقة هنحط برضو عليها بشاميل، بس هنحط دلوقتي شوية من العصاج. هنفضل في نفس الطريقة دي نرص نفس الرصات دي لحد ما يتملى البايركس عندنا. بس في اخر حاجة هنضيف البشاميل، نضيف طبقة بقى كويسة نغطي اللازانيا كلها. اهم حاجة اللازانيا كلها تكون متغطية عشان ما يطلعش حتة ناشفة. طبعا دي هتجربوها هتلاقيها طرية خالص، مش هتصدقوا النتيجة. وبعدين هنحط، بعد ما نحط طبقة كويسة من البشاميل، هنحط شوية من العصاج على الوش عشان تطلع شكلها احمر ما تطلعش بيضة. بس ياريت تسيبولي تعليقاتكم عشان أعرف هي عجبتكم ولا لأ. وما تنسوش زي ما قلتلكم تكتبولي تعليقات عن إيه هي الحاجة اللي هتحبوا أنا أعملها لكم في المرة اللي جاية، وأنا هحاول أعملها إن شاء الله. هنضيف اللحمة على الوش، وبعدين هندخلها الفرن وارجع لكم تاني. شوفوا اللازانيا عاملة ازاي، ما شاء الله عليها، طرية خالص خالص خالص. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. اشوفكم في اكلة جديدة. مع السلامة.